متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في أمسيتنا لهذا اليوم وهمساتنا لهذا اليوم، وأكيد وصلنا معكم لفقرة الإيجابية مثل ما احنا ننتظرها، أكيد أنتم أيضا تنتظرونها، وأكيد يا عائشة مع منو؟ حنان سمك. حياكم الله. إذا حنان، يعني في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن التركيز على الحل، واليوم كذلك راح نكمل هذا الشق على التركيز عن هذا أو التركيز على الحل. من خلال يعني تطبيق العلاج ومن خلال الأشياء نحن كيف نركز فيها على هذا الحل. نكمل حلقتنا. طبعا العلاج المتمركز حول الحل، أبي الناس يعني ما تأخذ فكرة أن هذا علاج معناته أنا لازم يكون فيني شيء غلط أو أنا ما أقدر أطبقه. هذا مجرد أسلوب كيف أن أنت تغير نظرتك تجاه الموقف. فأنت ممكن تساعد شخص يتخطى هذه المحنة وتحولها إلى منحة، أو ممكن أنت بروحك تمارس هذا الأسلوب بينك وبين نفسك إذا صارت لك أي مشكلة. فكيف ممكن نطبقه؟ عندنا 5 أساليب. الأسلوب الأول، نقدر نسوي شيء اسمه ريفريمينج او اعاده التشكيل. انت كيف ممكن تصيغ هذا الموقف بحيث انه تقدر تركز على الحلول وتتقدم وتمشي في تحقيق اهدافك. ربيعتي مثلا تبي تفتح بزنس، تبي تفتح محل، تبي تفتح محل عبايات، تبي تسوي مطعم الى اخره. فتي تقول لي حنان انا ودي افتح المشروع بس انا اخاف اني افشل فيه. فانا اعيد صياغه موقفها فقط، اقول لها زين كيف ممكن ما تفشلي في المشروع، شو ممكن نسوي؟ فهني هي تفكر، هنا هي تبدأ شوية تقول أوكي أنا ممكن أجيب سبونسر، ممكن أنا مثلا أجيب لي كوتش أو منتر أو مرشد يساعدني في هذا المشروع، ممكن أنا أقسم أهدافي الكبيرة إلى أهداف صغيرة. فبس بهذه الطريقة لأني أنا أعد صياغة الموقف قامت تنظر له بنظرة مختلفة. جميل. نعم. طيب حنان، احنا اذا بنقول نقدر نحط خطوات اساسيه انا ممكن اضعها بعين الاعتبار حتى اني اركز على الحل، ممكن انا كيف احلها باي طريقه؟ مثلا انا عندي مشكله معينه حابه اني احل هذه المشكله. نعم. اوكي راح اركز على الحل، ولكن شو الخطوات الاساسيه اللي لازم ابدا فيها؟ اني مثلا شو التخطيط الاساسي اللي لازم اضعه؟ تمام. نفترض انت مريم ضربتي مثلا مع اختك اليوم، ما أدري شفيني كلها مثلتي على الخوات، المهم لأني وايد قريبة مع خواتي. فافترضي تهاوشتي مثلا معاها وتضايقتي، مو قادرة تنامين، مو قادرة تاكلين، تحسين في حرقة في بطنك، تحسين أن مصدعة شوي، لأن إحنا لما نزعل لما نضايق شي يعورنا أكثر شي بطننا ورأسنا، صداع نصفي قولون عصبي، وهذه أمراض العصر. فشنو ممكن إذا أنا أبي أساعدك تقولي لي حنان ساعديني أنا ضربت ويا أختي أبي أحل هالمشكلة، أنا أقول لك تخيلي في شيء اسمه miracle question، السؤال المعجزة، نفس هالعلاج. تخيلي يا مريم أنت قمتي باكر الصبح وانتهت المشكلة، كيف بتحسين؟ مرتاحة. كيف بالضبط هذا الشعور لما أنا حسستك إنه والله في فرصة، إنه في أمل، والله أكيد هذه المشكلة صارت مع أختي ترى هي مو دائمة، في فرصة إن أنا أقدر أحلها. فمجرد إن أنا سألتك تخيلي مثلا أنت ضعفتي 5 كيلو اللي أنت من زمان تطمحين تضعفينها، تخيلي أنت حصلتي الترقية اللي أنت من زمان تحلمين فيها، تخيلي وتخيلي، أنا وجهت كل تركيز هذا الفرد إلى النتيجة. أيوة. النتيجة خلتها يتحفز ويتقدم ويحس إنه في أمل. نعم. إحساس بالأمل، الإحساس بأن هناك يعني طوق نجاة للتخلص من هذه الأشياء والتراكمات في حياتنا. نعم. أعتقد مهم، لأن فعلا لما الإنسان يحس أنه في عنده أمل يكمل هذا الشيء ويقدر أنه يثابر عليه. بالضبط بالضبط. في وايد ناس تعتقد أصلا شنو اللي خلينا إحنا ما نتقدم في حياتنا غير إحساسنا بالعجز وفقداننا للأمل. بس لما نعرف أن هذه التجارب تصير لنا علشان تقوينا، علشان إحنا نقدر نكون مستعدين للمرحلة القادمة. نعم. إن هذه التجارب هي راح تغسلنا من داخل، راح تقوينا، راح تسعدنا، وراح تكون سبب في تقدمنا لمرحلة وايد أفضل. مجرد الاستشعار بهذا الأمر راح يعطينا الأمل مثل ما تقولين. طيب يعني أستاذة حنان، بالنسبة أن يعني الواحد لما يفكر دوم بإيجابية لازم يحل هذه المشاكل بإيجابية ويفكر بالحلول، هل في كتب معينة دائما أنت تنصحين الشخص أنه يرجع لها؟ طبعا دائما الثقافة تعزز هذه الإمكانيات في الفرد، كيف أنه ممكن يحل المشاكل بطريقة إيجابية. نعم. فهل في كتب معينة ممكن يطلع مواضيع معينة ممكن تفيده في هذا المجال؟ نعم. أنا صراحة قبل كنت وايد أحب أقرأ روايات وقصص الرعب، ما أدري ليش، بس الحين لجأت حق تطوير الذات. فأكثر الكتب صراحة اللي دائما أقرأها إبراهيم الفقي الله يرحمه. أحب كتابة قوة الفكر، قوة الثقة في النفس. كان عنده أسلوب جدا جميل، أسلوبه جميل ومن القلب للقلب، وفي خطوات مباشرة وبسيطة. يعني إحنا شكثر راح ننظر وننظر ونعطي ثيوريز ونعطي أمثلة، عطونا تطبيق من آخر. لأن على فكرة لو تلاحظون هذا الكلام قاعد نقوله ترى كلام معاد، كلام موجود، كلام كلنا نعرفه، بس احنا كيف ممكن نطبقه؟ نفتقر للتطبيق. بالضبط. نعم. يفترق من يفرق من طبعا اسلوب الى اخر. كذلك يعني اعتقد ان المخ يحتاج الى مثل ما يقولون ريفرش او ان اعاده تنشيط، يعني بين فتره وفتره يجب ان تضخ له معلومات تزيد من وعيه او تزيد من ادراكه. وحتى موضوع ان اليقظه،
يعني مهمة جدا على أساس إن هذا الشخص فعلا يدرك ما لديه. بالضبط بالضبط. في الحين العلماء وخصوصا المختصين في علم السعادة وايد يتكلمون عن اليقظة الذهنية مثل ما قلتي، أو المايندفولنس، اليقظة اي قانون اليقظة أو اليقظة الذهنية أو قانون التركيز نفس ما قلتها. أو أنت كيف تحسين في هذه اللحظة هذه راح خليش تقدمين؟ مثلا احنا مرات وايد تطوفنا مواضيع، وايد تطوفنا فرص، وايد تطوفنا امور، بس ان احنا مشغولين. يعني حتى لو تلاحظوا لما ناكل خلصنا الاكل مو حاسين ان احنا اصلا خلصنا الاكل، بس ان مشغولين. فلو قدرنا نكون يقظين للامور اللي قاعد تصير حولنا، لو قدرنا نستشعر هذه اللحظات بادق تفاصيلها راح نتغير. الامور اللي اخذها احنا كتحصيل حاصل، الهواء اللي نتنفسه، ان احنا عندنا النعمه نروح الدوام، جسدنا اعضائنا ترى هذه النعمه احنا نسيناها، فلما نفكر فيها ونستشعرها هذا راح يساعدنا وايد في سعادتنا وفي نفس حالتنا النفسيه. واذا صحه اصلا الانسان، يعني صحه الانسان كل ما كان يعني محافظ على صحته على جسده مثل ما ذكرتي، هذه كلها يعني اشياء تساعد الانسان انه يكون واعي للاشياء اللي راح يفكر فيها، راعي واعي للمواقف اللي يمر فيها وكيف ممكن انه يحلها. بالضبط. فكيف بنقدر نقول الخطوات اللي لازم أنا أتبعها يعني كي أكون إيجابي؟ يمكن إحنا يمكن تكلمتي فيها في حلقات سابقة، ولكن أيضا إحنا ما زلنا يعني مصرين نعرفها بطريقة أو بتفاصيل أكثر حتى إحنا فعلا نطبقها، مو بس إن كلام نقوله. أكيد أكيد. جميل. أنزين، كل ما الإنسان كان عنده رؤية وكان عنده هدف هذا راح يساعد يكون إيجابي. ليش؟ تخيلي أنا أكون أنا إيجابية، أنا إيجابية، أنا إيجابية، ولكن أنا ما عندي شيء أعيش له في الدنيا. أكيد. كيف أكون إيجابي من دون سبب؟ فلما الإنسان يكون عنده رؤية واضحة في حياته، لما يكون عنده أهداف يسعى لتحقيقها، مو بس أهداف ترى مهمة، المهم أنت ليش تبي تحقق هذا الشيء؟ كل ما أنت دعمت هذه الأهداف في قيمك، في أمور أنت تبي تحققها، كل ما حفزتك. مثلا أنت ليش تبي تكوني مدربة؟ والله عشان بيكون مدربة. زين ليش؟ والله عشان مثلا أنشر العلم. زين ليش؟ علشان كذا. ليش؟ كل ما أنت قويتي وجبتي أسباب قوية كل ما حسيتي بحماس ودعم. إذا كلمة ليش أو لماذا يعني تفتح مداخيل أخرى، يعني على الإنسان إنه أساس إنه يوسع من مداركه ويوسع إنه فعلا هذا السبب. أنا سبحان الله مثلا أنا ليش أصير مدربة مع الأيام؟ ليش وليش ولماذا ولماذا ولماذا؟ تفتح لي أشياء كثيرة، ربما مع الأيام أكتشف إني أنا صرت قائد مثلا لمجموعة معينة. جميل جميل جدا. بالضبط. هذا أصلا يسمونه بعد في العلاج اسمه what else question، اللي هو ماذا بعد. إذا واحد قال لي أنا حنان أبي أتخلص من كل مشاكلي، إنزين ماذا بعد أن تتخلص من مشاكلك؟ كيف ستتغير حياتك؟ لأن الحياة مستمرة، وبعد كل موقف يواجهنا موقف ثاني، وبعد كل موقف موقف ثاني، وكيف أنا ممكن أمر في تجارب معينة. والإنسان دائما بحد ذاته طموح، يعني دائما تمر في مراحل مختلفة في حياتك، المراحل ما راح تتوقف إلا بتوقف عمر الإنسان. بالضبط بالضبط. جميل. يعني تعتقدين يجب أن نصدق الطموحين ونبحث عن الطموحين؟ أكيد أكيد. إحنا البيئة وايد أثر علينا، ذكرنا أشياء في الحلقات السابقة. أنتي لما أصلاً تفقدين الهمة اللي عندك وتفقدين هذه العزيمة، لأن على فكرة الناس دائماً تعتقد الناس الإيجابيين هم دائماً متحفزين، دائماً ما يعانون مشاكل، بس ترى هم بشر في النهاية يمرون نفس مشاكلكم. صح. فتخيلي هذا الإيجابي كان عنده شخص هم إيجابي ثاني ويساعده ويدعمه، ما عليه كمل استمر أنت قدها، فأكيد راح يساعده. تتوسع بأورة الإيجابية أكثر، ويكون بين شخصين تكون أكثر، قلت مثلا دائما بالاتحاد قوة. صحيح. إذا كان شخص إيجابي شخص إيجابي أكيد راح تكون هناك بؤرة قوية جدا من الإيجابية في هذا الإنسان. أكيد أكيد. طبعا طبعا دائما يقولون يعني صادق الإيجابيين وابتعد عن السلبيين، وإحنا فعلا في حياتنا يمكن بظروف الحياة يعني التطورات الحياة اللي صارت في الفترة الأخيرة نشوف الانشغالات والمشاغل كثيرة، يعني الواحد يمكن ما يفضل نفسه أو إنه يشوف نفسه، فكذا هاي أيضا الضغوطات ممكن تجلب لي السلبية في حياتي. أنا كيف إني أحاول قد ما أقدر أبعد هذه السلبية؟ وأنتي يمكن قلتي نسبة كبيرة يمكن من السلبية تحيط بالإنسان. بالضبط بالضبط. مريم معاك حق. تخيلي أنت دوم، تخيلي أنت أوريدي أنت خايفة تسوين حل معين، أوريدي حاسة في توتر، أوريدي حاسة في عجز، أوريدي حاسة أنه مترددة مو قادرة، فتروحين تقولين حلمك حق شخص أوريدي ما يحب الأحلام والأهداف وما يبي يسوي أي شيء في حياته، تخيلي كيف يكون شعورك؟ لا تسوين. أيوة. إحباط. بيأثر عليك، مو أنتي أوردي خايفة، تحتاجين حد يشيل هذا الخوف منك. بقولش لا ما له داعي، بتفشلين. وأنا وايد سمعت أصلا مشروع وايد ناس فشلوا قبلش، لا تحاولين لا تسوين. فهذه الناس اللي أنا أقول تبتعدين عنها. أنا ممكن لو ما مقتنعة في مشروع الطرف الثاني، ولكن على الأقل أناقش في الموضوع، مش إني أحبطه، أناقش بحيث أن أبين لسلبيات يمكن المشروع اللي راح هو يعني يبدأ في هذا المشروع يمكن ما راح ينجح، فخلني أناقش فيه، إذا اقتنع هو راح يبتعد. جميل. من نفسه يعني في الموضوع. جميل. هذه واقعية، في فرق بين الواقعية والسلبية. إنسان واقعي يقول لك والله ممكن كذي تعانين، ممكن كذي يصير لك، 1 2 3، يعطيك حلول، مو بس ينتقد المشروع. زين ليش تنتقد؟ ساعدني كيف ممكن أطور؟
ساعدني اقدم حلو ولا هذا الشخص اللي محتاج لي هذه النصيحه. وبعدين ادعي لي واتمنى لي توفيق وخلاص. اهم شيء التوفيق يعني في هذا الشيء، والتوفيق ما يجي الا من الايمان بالنجاح. نعم الايمان بالنجاح، وفعلا الايمان بالنجاح مهم جدا مريم. يعني الانسان يؤمن بنقطه معينه، يؤمن بان فعلا هو عنده هوايه معينه او عنده مثلا موهبه معينه، وهو بنفسه قاعد نؤمن في هذه الموهبه حتى ان يعني نجح فيها. وهذا ما نشوفه من الامثله اللي عندنا في ما نستضيفه من ضيفات في برنامج همسات ما شاء الله عليهم. يمكن حتى الشخص نفسه لازم انه يكون مضاد للسلبيات التي من حوله، لان دائما الانسان الناجح دوم يقذف السلبيات. صح. ان الناس يحبون يحبطون من هذا الشخص لانه هو ناجح اصلا، دائما يحاولون يحبطون منه. بس هذا الشخص كثر ما يكون صامد، كثر ما يكون هو فعلا قادر انه يبعد هذه السلبيات عنه ويستمر في نجاحه. فهذه الشخصيه اللي احنا يمكن دوم نطمح لها بالضبط، اكثر من الشخصيه اللي ممكن يعني تترك فجوات ان تدخل لها هذه السلبيات وتاثر عليها. صحيح. واللي قلتي جميل جدا مريم، ان عمليه الصمود واللي قلتي عمليه الايمان بالذات، احنا كيف اصلا راح نستمر اذا احنا مو مؤمنين في ذاتنا؟ أكيد. اذا احنا مو واثقين في نفسنا، اذا احنا ما كانت عندنا رؤيه. ودائما تذكر روحنا في هذه الرؤيه. اجمل صفه تتصف فيها المراه خصوصا انها تكون مؤمنه في ذاتها. صحيح. تحب نفسها، تعرف مكامن قوتها وين، واثقه في نفسها، عارفه ان هي اي شيء يصير لها باكر واي شخصيه هي تتحلم فيها باكر راح تكون قدوه حق الاخرين. صحيح. اذا حنان يعني مثل ما تعودنا نحن، الخلاصه من هذا الكلام والخلاصه دائما المسهل اسهل واقرب للقلب. اذا خلاصتنا من هذا الحوار الجميل جدا وهذا الحوار الايجابي ودنا نسمعها الحين قبل نختم هذه الفقره. اي مشكله تصير لك حط في بالك ان هذه مو نهايه العالم. ايوه لابد يكون في حلول، فابحث عن هذه الحلول. اذا ما قدرت خلي شخص ثاني يساعدك، فدائما في حل ودائما في امل، وباب الامل دائما مفتوح. هذا اللي انا اقوله، باب الامل دائما مفتوح. يا سبحان الله، يعني كذلك الامل مهم جدا ومهم. أكيد. في اي سبحان الله، لما حتى ذكرتينا في الحلقه السابقه عن قصه ساره، فعلا ساره يعني كمثال او كقصه فعلا يعني اصيبت بمرض السرطان يعني. أكيد. لكن الحمد لله تخطت هذه الصياعه وتخطت هذه المعضله بنفسيه ايجابيه ونفسيه جميله من خلال الامل. الامل نعم. دائما الانسان يعيش على امله، ولا ليش احنا عايشين على هذه الحياه يعني. بالضبط. اكيد في امل وفي ايمان بان يعني في عندنا رب منصف العباد. صحيح. الحمد لله. صحيح. دوم نعيش بإيجابية. أكيد. طبعا دوم هذه الفقرة الأخيرة نكون فيها إيجابيين. أكيد. وتكون الإيجابية مركزة في هذه الفقرة الأخيرة، ونوجه إيجابيتنا أكيد لكل امرأة تسمعنا. طبعا مش لكل امرأة ولكن كل شخص يتابعنا في هذه الفقرة، كذلك ربما آدم مع حواء يتابعنا الآن. أكيد يتابع ويدعمها في هذه الفقرة، يشاركها الرأي. فوصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا معاكم، وأكيد كانت آخر فقرة مع المدربة حنان السماك. نشكر تواجد معنا في هذه الفقرة. شكرا. وإن شاء الله في المواضيع القادمة يكون في إيجابية أكثر بإذن الله. مشكورين. شكرا لك حنان. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام همساتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في همسات أخرى وفي ضيوف جدد، وكذلك هناك قصص نجاح أخرى في همسات. الكثير والكثير والكثير. تابعونا.